وعن هذه الزيارة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمغرب وأفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، نتابع توضيحات محمد الشوابكة رئيس تحرير مجلة مال وأعمال الأردنية. طبعا الزيارة يعني تعبر عن العمق العلاقات التي تربط بين الأردن والمملكة المغربية، فهي علاقات قوية متجذرة أرسى قواعدها الراحلين الكبيرين جلالة الملك حسين بن طلال والملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، واستمر على نهجهما جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملك محمد السادس، مكونة لذلك لحمة قوية لتصبح نموذجا يحتذى في التناغم المشترك بين البلدين في كافة القطاعات وفي كافة المجالات، إضافة إلى العلاقة الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين. زيارة جلالة الملك عبد الله إلى المغرب والاستقبال الذي شهده من قبل أخيه جلالة الملك محمد السادس والمباحثات التي أجريت بينهما تؤكد على ثوابت الراسخة في نهجهما. طبعا كان المحور الأول ما كما يعني كان القضية الفلسطينية، وهي يعني قضية العرب الأولى. طبعا احنا نتمنى انه هاي الزيارة تكون نقطة انطلاقة جديدة تعزز ما كانت عليه العلاقة الاقتصادية بين البلدين. فطبعا راح سيكون هنالك من وجهة نظري تعاون كبير بين البلدين وخصوصا في المجالات الاستثمارية. بالنسبة للمملكة المغربية فلديها خبرة كبيرة في مجالات كثيرة اقتصادية كالفلاحة والأشياء المتعلقة في القطاع المائي، فنتمنى أن في الأردن يعني أن تكون إضافة نوعية هذه الخبرات إلى القضايا الاقتصادية المتعلقة بهذه النواحي والمجالات. وأما المبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في إنشاء اللي هو التكوين، وهي من خلال بناء مؤسسة تعليمية تعزز من كفاءة خلينا نقول العاملين في القطاعات الاقتصادية الأردنية، فجاءت هذه يعني الرؤية إضافة نوعية للاقتصاد الأردني.